سبحان الله، لو كم شي رانا في مكة تقول رانا في الهند. أتقدرش تعرف المكتوب وين يرمينا يا نوري؟ سحبس انا هاشمي مولاي، يا كان حاجه يا ما كاش. مولاي كاين واحد البقره مبارينا في الطريق، ها بقره حصلت فيها احاوزها. بن عمي اسمع يا دنينا الطريق، هاي نهضر معاك، خصنا غير حمل البقره حنايا ما دنايش. يا صحه واشنو مولاي داخل انا فكرت اللي تهبط راك مولاي شكون هذا وشكون مولاي غير هسمي واش كاين السلام عليكم مولاي ما قلتليش وراهم داينا يا وين على بالي انا لا لا على بالك انت اللي جبتنا للهند على جرمانينا ها شتو لحقنا انت اللي لحقنا لهادشي علاه تضرب في البقره علاه مولاي يا هذا السلطان تاعهم يا ماشي السلطان تاعهم اهضر معاهم ابن عمي انا ها هو انا وكيف انا نهضر معاهم انا نهضر هنديه ربي يستر نمستي انا السلطان عاشور العاشر جاني تو يا منينا كيلا موسكي هبير كيا ولي تشلو تشلو اوبتي هي عم تيري باريكا كابتو ديري هي بار جانا كالا كاردي هي هذيك هي سيرجي هي وسيني جاي كوما جاب تيري ميري بار ديجي هي كابتو ري هي بار دكاها هايلك بشوية مفاهمة رانا فرينا مولاي هاو حقك مولاي هذه الفهمة تاعك ياك هذه خدمونا كاع بروش ندروك كنت على بالي بلي البقرة مقدسة عندهم هكذا يا عمي جريت البقرة تاعكم هي اللي قطعت علينا الطريق وأوليك الهاشمي هو اللي تير عليها واستجانيته ويكذب هو اللي قال لي تري حجر على البقره باش دينا الطريق انا ما رانيش معاهم انا راني في العمره عمري بردك هي عم توني كيري كم سنتوري هدرا هري مري بردك تشوف توست كم تجيري بوت بدا مولاي صح يا نور صح يا مسمو البقره قول لها صوري فاجي بالعالم ناحي موت بليكا